هاي، مساء الخير. مساء النور. كنتي فين لغايه دلوقتي؟ كنت بعمل شعر. كنت بتعملي شعرك فين؟ عند الكوافير يا ماما. انهي كوافير؟ انا اتصلت بالكوافير بتاعك وقال لي ان انت ما روحتيلوش. ما انا رحت للكوافير جديد في المعادي. يعني رحت لابوكي؟ لا لا، ما رحتلوش. داليا، احنا مش اتفقنا مع بعض ان الراجل ده ملناش دعوه بيه نهائي؟ بقول لك ما رحتلوش يا حسام. اسمعي يا داليا، اخوكي خايف عليكي، وبعدين ابوكي ده ما بيجيش من وراه غير المشاكل، وبعدين اخوكي بقى في مركز حساس وانتي على وش جواز، مش عايزين اي مشاكل ولا اي شوشره من فضلك. يا جماعه ما رحتلوش، وبعدين انا مش بروح له الا في المناسبات، ده برضه ابويا يعني. قبل ما يتجوز الست دي انا ما كنتش بدقق معاكي، لكن بعد ما ربط اسم العيله بواحده زي دي انا لا يمكن اقبل انك تروحي له او تشوفيه. بصراحه بقى دي ست سمعتها مش كويسه، ملفها عندي في المكتب. اذا كان هو قبل على نفسه انه يمرمط اسمه في الطين، احنا بقى ما نقبلش كده. ماشي، اوكي.